السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل: محسن يكشف كواليس اتفاق مسقط المرتقب. وإلى التفاصيل. قلل المستشار الإعلامي لعلي محسن أبرز قادة السلطة الموالية للتحالف في اليمن اليوم السبت من قيمة مشاركة وفد حكومة عدن بمفاوضات مسقط. وألمح سيف الحاضري في منشور مطول على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الاجتماع صوري، موضحا بأن حكومة بن مبارك لا تملك أي مكاسب سياسية أو حقوقية أو اقتصادية مقارنة بمن وصفهم بالحوثيين. واعتبر الحاضري مشاركة وفد عدن بالجولة الجديدة تم بضغط سعودي، في إشارة إلى أن الاتفاق قد تم إبرامه بين الرياض وصنعاء مسبقا. كما توقع أن تمثل الجولة الجديدة ما وصفها بعملية نحر للشرعية بسكين الحلفاء، في إشارة إلى أنها قد تكون مقدمة لحلها. وتحتضن العاصمة العمانية مسقط جولة جديدة من المفاوضات، اعتبرتها وسائل إعلام سعودية مهمة واستكمالا لجهود سلطنة عمان التي حققت مؤخرا اختراقا في ملف الطرق. وتقود سلطنة عمان مفاوضات بين صنعاء والرياض تكللت خلال السنوات الأخيرة باتفاق تهدئة. طبعا المفاوضات من المتوقع أن تجري يوم غد، يوم الأحد إن شاء الله، ونتمنى أن يتمخض عنها اتفاق سلام شامل بإذن الله تعالى. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.